عندنا نوعين من الجامعات اتعاملنا معهم، الجامعات الحكوميه زي القاهره والاسكندريه وطنطا، وعندنا جامعات خاصه زي ما حضراتكم عارفين اسمائها. في نوع ثالث بقى موجود معانا اسمه الجامعات الاهليه. الجامعات الاهليه هي منبثقه، يعني طالعه من عباءه الجامعات الحكوميه، ولكنها بمصروفات، بمعنى بتقدم لك خدمة مميزة كطالب ولكن مقابل مبالغ مالية محددة. هناك مكتب تنسيق خاص بتلك الجامعات هيفتتح أو يتلقى رغبات أبنائنا الطلاب منتصف الأسبوع القادم. معي على التليفون دكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الأهلية. مساء الخير دكتور معوض. دكتور معوض مساء الخير. مساء النور يا استاذ محمد وعلى حضرتك وعلى جميع السادة المشاهدين. يعني ايه جامعة أهلية وتختلف عن الجامعة الخاصة والجامعة الحكومية في ايه؟ طيب خليني اقول يعني ايه جامعة أهلية الاول وبعدين نفرق بين نوعين كمان من الجامعات الأهلية. نعم. الجامعة الأهلية هي جامعة زي ما حضرتك تفضلت كده، بس جامعة غير هادفة للربح. غير هادفة للربح، يعني الموارد اللي بتدخل للجامعة دي من اي مورد، سواء كان من مساهمة الدولة أو من رسوم الطلاب أو من أي مورد آخر، هي لصالح تطوير العملية التعليمية في هذه الجامعات. من المعروف يا أستاذ محمد إن إحنا كان مشاكلنا إن إحنا بنعمل إتاحة طول الوقت على حساب العملية التعليمية، كل يوم بيحصل تطوير حوالينا في كل مكان في العالم والموارد المتاحة بتكون غير قادرة على مواكبة التطوير اللي بيتم، فبنتراجع شوية شوية، لكن الجامعات الأهلية بالدخل اللي بيصل لها من رسوم الطلاب اللي هو الى حد ما اقل بكثير من الجامعات الخاصه، لكنه يستطيع ضمان استمرار تطوير الاداء في هذه الجامعات. حضرتك تفضلت قلت الجامعات الاهليه طالعه من رحم الجامعات الحكوميه. نعم. ليس جميع الجامعات الاهليه طالعه من رحم الجامعات الحكوميه. هناك اربع جامعات اهليه بدات، هي جامعه الملك سلمان وجامعة العالمين الدولية وجامعة الجلالة وجامعة المنصورة الجديدة. هذه الجامعات هي كانت الفكرة الأولى للجامعات الأهلية ونشأت بشكل مباشر بتوجيهات رئاسية عن طريق وزارة التعليم العام، ثم رأت الدولة أن تتوسع في هذا النوع لما ثبت عنه من كفاءة وتغيير في طريقة ومنظومة عمل وأداء التعليم العالي في مصر، فتوسعت لإنشاء جامعات أهلية من رحم الجامعات الحكومية لتساهم في أولا الإتاحة وثانيا في تعليم عالي بشكل مختلف تماما عن التعليم القائم من حيث البرامج ونوعيتها وعددها واحتياج سوق العمل لها وأمور كثيرة جدا جدا ربما نتحدث عنها في معرض حديثك إن شاء الله. طيب ال 12 جامعة دول أو ال 16 جامعة بمعنى أدق، إيه أبرز التخصصات اللي فيها الكليات مثلا؟ خليني اقول لحضرتك جامعه المنصوره الجديده، في عندنا في المنصوره جامعه المنصوره الاهليه من رحم جامعه المنصوره وجامعه المنصوره الجديده من الجامعات الجيل الاول من الجامعات الاهليه اللي هي تابعه لوزاره التعليم العالي. هتكلم عن برامج جامعه المنصوره الجديده كنموذج لبرامج الجامعات الاهليه اللي موجوده سواء كانت من رحم الجامعات الحكوميه او الجامعات الاربعه الاولى. عندنا مثلا في كليه الاعمال، احنا كنا بنبقى عاملين نظام مختلف في التعليم ان هو يبقى بيزد على المجالات وليس الكليات، والجامعه هي التي تمنح الدرجه العلميه وليست الاقسام. يعني طريقه نمط التعليم شويه كان مختلف. البرامج اللي بتمنح فيها جامعه المنصوره الجديده درجه البكالوريوس على سبيل المثال في مجال علوم وهندسه الحاسب، عندنا تو تراك العلوم وعلوم الحاسب وهندسه الحاسب. في هندسة الحاسب لدينا هندسة الذكاء الاصطناعي وهندسة الحاسب التي ينبثق منها أربع برامج، منها السايبر سيكوريتي أو الأمن السيبراني أو النظم المدمجة أو النظم الإنترنت الأشياء أو غيره من البرامج الكثيرة في هذا الاتجاه. في علوم الحاسب لدينا علوم الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الطبية الحيوية، ولدينا في علوم الحاسب البيج داتا اناليتكس او تحليل البيانات الضخمه، الرؤيه بالحاسب، هندسه البرمجيات، دي في مجال واحد اللي هو مجال علوم وهندسه الحاسب. طيب مكتب التنسيق اللي هيفتح
منتصف الاسبوع القادم ده الطلاب هياخدوا فيه اختبار قدرات او حاجه الخاصه بالجامعات الاهليه؟ هو الجامعات الاهليه الاربعه الملك سلمان والجلاله والعالمين والمنصوره الجديده لها اختبارات قبول ولها متطلبات للالتحاق بالجامعه شويه ممكن تكون مختلفه، منها اختبارات القبول التي عليها وزن نسبي في دخول الطالب للجامعه ما يقرب من 30%، يعني مجمل درجه الطالب في الثانويه العامه بتزن 70% من متطلبات التحاق الطالب بالجامعه و30% على اختبارات القبول اللي بنجريها. هذه الاختبارات الغرض منها قياس مدى قدرة الطالب على الاستمرار في الخط التعليمي الذي يرغب، بمعنى أن الطالب اللي عاوز يدخل في القطاع الطبي له امتحان معرفي مختلف عن الطالب الذي يريد أن يدخل في القطاع الهندسي أو في قطاع الفنون أو في قطاع الآداب أو في قطاع العلوم الأساسية، وبالتالي بنضمن أن الطالب اللي كفاءته ومقدرته الذهنية وتوجهه ورغبته يستطيع أن يكمل هذا الطالب في هذا المجال. ده أحد متطلبات الالتحاق بالجامعات الأهلية الأربعة. بالإضافة إلى ذلك لدينا لابد أن يكون الطالب على مستوى لغوي معين، احنا بنمتحن الطلبة بتوعنا لتحديد مستواهم اللغوي في الجهات المعتمدة زي هيئة الأميديس والبريتش كونسل، بحيث أن الطالب نعرف مستواه اللغوي وفي خلال العام الأول لابد أن يؤهل الطالب لغويا حتى يستطيع الاستمرار في الدراسة، لأن الدراسة بالكامل في الجامعات الأهلية بنظام الساعات المعتمدة وبالكامل باللغة الإنجليزية. هناك متطلب ثالث للالتحاق بالجامعات الأهلية الأربعة وهو مهارة الحاسب الآلي التي يجب أن يكون يجدها كل عليها. طالب يعني كل طالب، ونطلب من الطالب أن يكون حاصل على شهادة التحول الرقمي، وبعد أن يجتاز الطالب امتحان القبول يكون له مجموع جديد اسمه المجموع الاعتباري وينسق الطالب في إحدى البرامج في الجامعات الأربعة وفقا لهذا المجموع الاعتباري. ده الأربع جامعات. بالنسبة للجامعات الأهلية المنبثقة من رحم الجامعات الحكومية ستبدأ هذا العام من خلال تنسيق مباشر مثل تنسيق الجامعات الحكومية في تجربة ليكون لدينا أكثر من نموذج في التنسيق، وفي بعد دراسة هذه التجربة ونهاية تنسيق الطلبة لهذا العام سيكون لنا نظام موحد بين الجامعات الأهلية المنبثقة من رحم الجامعات الحكومية أو الجامعات الأهلية السابقة عليها، ليكون هناك للجامعات الأهلية. وأنا بشكر حضرتك وأكتفي بهذا القدر من المداخلة دكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الأهلية.